قصص لأمم غابرة ارتكبت ما ارتكبت من الذنوب والمخالفات وعذبت بصنوف من العذاب، نقرأها ونسمعها وكأن الأمر لا يعنينا، والمسألة كما قال عمر وغيره مضى القوم ولم يرد به سوانا. نحن المقصودون بهذا القرآن، ليس المقصود لا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة ولا مدين ولا قوم فرعون، ما انتهوا. لمن أنزل القرآن؟ أنزل لنا لنعتبر ونتعظ وندكر. والسنن الإلهية واحدة لا تتغير. عذبوا بأسباب، إذا وجدت هذه الأسباب يعذبوا بها غيره، لن تجد لسنة الله تبديلا. ولم يستثنى من الأمم إلا قوم يونس، ما استثني من هذه السنة إلا قوم يونس، يعني لمن عقدت الأسباب وحقت كلمة العذاب نفعهم إيمانهم، لكن غيرهم سنة الله لا تتغير ولا تتبدل. ونحن الآن واقعون في مسائل وفي عظائم موجودة يعني في مجتمعنا وفي غيرنا أكثر، ونخشى من عقوبة تنزل بنا، من أن يحل بنا ما حل بغيرنا من المثلات والقوارع. نرى الناس متخطفون من حولنا ونحن في بلد آمن، فعلينا أن نشكر هذه النعمة ونقوم بشكرها ونؤديه على الوجه المطلوب. لا يكفي اللسان، بل لابد من العمل